صباح الخير، واخباركم ايه؟ معانا قصه جديده وبراند جديد مع اشتري لمصر، وهيكون معانا ارما وود مع مدام لاميا. اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا نهد؟ عامله ايه؟ تمام الحمد الحمد لله. لله. الله يخليك. إيه، احكي لنا بقى، انتي ابتديتي كده بطريقه مختلفه، وكنتي اصلا مجالك غير غير ده، فالفكره جات لك ازاي، وازاي ربطتي بين الاثنين؟ طيب، هو انا اصلا كنت فاتحه مركز لتعليم الاجانب لغه عربيه، وفي المجال دوت كان بعمل كورسات للطبخ للاجانب، وبدات اعمل كورسات للمصريين، وبدات اتعلم كتير قوي، فدخلت في مجال الكوكينج. فاثناء الموضوع ده بدات اعمل كورسات ازاي تعملي عزومات، وازاي تستخدمي البوفيه وتعملي كاترينج، وازاي تعملي ستايلينج للسفره وكده. فبدات تجيلي فكره، انا عندي جوزي عنده شركه وبيعمل مطابخ وبيعمل يعني دريسنج روم وحاجات، ففي خشب. حلو. فبدات ادخل في السكه دي، بس في التخصص بتاعي ان انا عايزه اوري للناس ازاي ممكن تستخدم حاجات خشبيه لانها تظهر البوفيه عندها، او المطاعم، او الكيترينج، او حتى اكسسوار في البيت، وان هو كمان صحي. بس كده. فبدانا ان احنا نعمل الحكايه دي، بدانا ان احنا نفكر ايه الحاجات اللي تنفع وتبقى لها كذا استخدام. يعني مثلا هنا ممكن نلاقي عندنا دي عبارة عن هنا دي بتحط فيها البوت زي البولات المكسرات، بولات المخلل، هي حلوة خالص يعني، في منها متخلفة يعني. حجم كبير، فلما بتتحط على السفرة بتعمل شكل جميل حقيقة قوي. هنا مثلا دي يعني بيست سيلر عندي، لانها عمليه جدا، بتستخدم في الاكسسوارز، بتستخدم في المطاعم، ممكن لما يبقى اوبن بوفيه، او ممكن ان هي تبقى كمان في البيت لما يبقى حد عنده عزومه وعايز يستخدمها في البوفيه. فهي الميزه فيها انها سهله التخزين، بتتفك بسهوله، وبعدين بعد كده تقدر تطبقيها وتشيليها في درج، تبقى بمنتهى السهوله. فطبعا الفكره بتاعتها الناس بتحبها قوي، عمليه وفي كمان منها بعمل منها احجام. فالحاجات دي كلها بتخلي البوفيه والارفف دي بتنفع في حاجات كتير، غير بقى زي ما حضرتك شايفه الاطباق. بس اهم حاجه يعني احب اقولها للناس ان الاطباق والحاجات دي لازم تستخدم، طبعا الميه ما تبقاش ميه غزيره في التنظيف بتاعها، وتبقى فيه ليفه طريه مش حاجه خشنه، وميه دافيه ولا لا لا لا، ميه عاديه. وبعد ما بتتغسل على خفيف يعني، بس كده بنبتدي ننشفها كويس قوي، وبقطنه بزيت زيتون لازم تتنشف، عشان تحتفظ بالمسام بتاعها، تبقى مقفوله وتبقى صحيه للاكل يعني. بس هو غالبا معظم الحاجات اللي انا بعملها بتبقى يعني محتاجه، عشان حمايه للاكل وحمايه للخشب، ان احنا بنحط مثلا ورقه زبده او حاجه تحت. لو مثلا هنا هنستعمل جاتو سواريه، او هنستعمل ما يبقاش حاجه على الخشب مباشره، افضل طبعا. تمام. طيب، قولي لنا بقى، انت ابتديتي اصلا الكارير ده من كام سنه؟ لا، هو الحقيقه انا بقالي دلوقتي دي تاني سنه يعني. انا كنت حلو ماشيه في خالص. الكارير بتاعنا بعلم كورسات طبخ، وكان عندي وستيل مكان بتعملي كده، وستيل بعمل الموضوع ده، فده حاجه بتخدم الشغل بتاعي. الشغل وزمايلي بقى اللي هم في المجال بيحبوا قوي الحاجات دي، فلطيف ان الواحد يبقى بيعمل حاجه اللي تنفع الناس يعني. ده حقيقي. طيب، انتي ايه الصعوبات اللي قابلتك في ان انتي تدخلي المجال دوت، او ان انتي تعملي دوت؟ والله هي طبعا الصعوبات بتاعت الاسعار اللي عماله بتزيد، هي دي اكتر حاجه يعني طبعا صعبه. والواحد موضوع التسويق، ان احنا بنحاول دايما ان الناس تعرف البراند بتاعي، وان تتبسط يعني من الحاجه. هو طبعا الميزه كمان ان انا بعمل اوردرات اونلاين كمان، يعني لو حد عايز حاجه بوصلها لغايه لأي المكان. مكان. وبرده في حاجات كاستمايز لو حد عايز حاجه يعني. طبعا دي حاجه بتميز البراند، ان انا اعمل حاجه سبيشال كديزاين،
كمقاس ايا كان بتوفريه. صح. طبعا احنا مبسوطين جدا من الناس اللي هي بتبتدي حاجه مختلفه او بتشوف انا العميل بتاعي محتاج ايه يكمل السيرفيس اللي انا بقدمها وبوجبها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي استن محتفظه بالكارير الاولاني بتاعها، وان هي كمان حابه ان الناس تعرف القصه بتاعتها، وده اللي احنا هنساعدك فيه معانا في مبادره اشتري مصر. وتشرفنا جدا بيكي وموفقه، ونشوف طبعا التطور الثاني معاكي.